بيعمل ابعاد انتشار حلو كالمعتاد من لعيبة سيراميكا. ادي كورة مرة تانية وتسديدة جول 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 جول. القندوسي القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في الدقيقة 58 بيستلم كورة ويقدم الحل. علمته الرماية فلما اشتد ساعده رماني، وبالفعل بينجح احمد القندوسي في ترجمة السيطرة والهيمنة والرغبة الحقيقية في تسجيل أول أهداف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 58. حطها بكفاءة وبمهارة كبيرة جدا جدا. الجزائري بيواصل مسلسل التهديف في دوري نايل ويصل إلى هدفه الخامس هذا الموسم مع سيراميكا كليوباترا، ويقول للدنيا كلها أنا ممشيش أنا موجود، وبالفعل موجود وبيسجل أول جول لمصلحة سيراميكا علشان سيراميكا كليوباترا يعود باللقاء إلى نقطة البداية من جديد. 1-1